تايمات تايمات. طيب هاي 100% والله 100% اصدقائي 500 جوهرة راح اشوف شو راح يعطوني. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي قبل ما نبلش في هذا الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو لل 100,000 لايك. بعرفكم كفو قدها وبنقدر نجيب اول 100,000 لايك. في اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد بيشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه لو كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا كل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي اليوم ما راح يكون في بث مباشر للاسف، بس بكره راح يكون في بث مباشر اسطوري على تطبيق النونو لايف. في هذا البث المباشر يا اصدقائي وصلني اليوم اكواد اسطوريه، الاكواد لهاي الكنزة السوداء يا اصدقائي. مثل ما انتم شايفين وصلني اكواد كتير لها. هاي الاكواد رح تتوزع على حسابي على الانستغرام اليوم، رح تتوزع على ستوريات الانستغرام، وكمان رح تتوزع على البث المباشر بكره ان شاء الله بالبث المباشر تبع بكره. فطيب رح احكي لكم بالتفاصيل كيف رح تتوزع هاي الاكواد وايمت يا اصدقائي، ولسه في اكواد تانية رح احكي عنها بنهايه الفيديو ان شاء الله. فيديو اليوم اصدقائي رح يكون عن حدث صندوق الحظ. افتح صندوق الحظ واحصل على الجوائز. شو هي الجوائز؟ واللي هي سكن الجاز. نعم يا اصدقائي، لا احد يستغرب أعزائي المشاهدين، سكن الجاز رجعوا نزلوه مرة تانية. فطيب كتير طلبتوا انه هذا السكن ينزل، وهي الشركة لبت طلبكم ورجعت نزلت هذا السكن. عندنا هون يمكنك اختيار احتمال حصولك على جائزة الكبرى الفترة من 27 الى 2 سبتمبر، من 27 اغسطس الى من 27 اغسطس الى 2 سبتمبر، اوكي يعني تقريبا 6 ايام فترة الحدث. طيب اصدقائي اللي ما بيعرف شو هو سكن الجاز، اكيد كلكم صرتوا بتعرفوا سكن الجاز، وزعت منه اكوا شباب، هذا اكثر سكن وزعت منه اكواد تقريبا. طيب خليني اعرفكم على سكن الجاز لانه اكيد في منكم ما بيعرفوا سكن الجاز. بكل بساطه هذا هو سكن الجاز، يعتبر من اندر وافضل السكنات بلعبه فري فاير، واحلى شيء بعد سكن الجاكيت والبنطلون وحتى الحذاء وحتى الشعر وحتى لا عن جد لا، هو البنطلون افضل شيء بهذا السكن. فطيب يا اصدقائي نزلوه عندنا هون بهذا الحدث مثل ما انتم شايفين، ولكن نزلوه قطع، ما نزلوا سكن كامل. الحدث بده شوي شرح، فراح اشرح لكم الحدث شوي شوي ان شاء الله يكون شرحي مفهوم. هون عندنا الجوائز الكبرى يا اصدقائي، واللي هو هذا سكن مثل ما انتم شايفين نزلوه قطع ما نزلوه كامل. هاي هي الجوائز الكبرى واللي هي القطع تبع هذا السكن، البنطلون والجاكيت والحذاء وهيك. باقي الجوائز هي باكجات اسلحه وصور مشتقات الجولد. فطيب هاي كانت باقي الجوائز. طيب هون الشيء الخرافي عندنا بهذا الحدث انه انت بتقدر تتحكم بحظك. في عندنا الجائزه الكبرى، هذا العداد انت بتقدر تتحكم فيه. طبعا لو عملت حظك 1% راح يصير الباكج بخمسه جواهر، لو عملته 100% راح يصير 500 جوهره، لو عملت 50% راح يصير 250 جوهره، انت وجواهرك. يعني مثل ما بيقولوا على قد فراشك مدرج، ما بعرف المثل بالضبط. على كل حال راح نجرب اول شيء 1%. سعر الصندوق مثل ما انتم شايفين خمسه جواهر، ولكن هون الحظ راح يكون عن جد خايس. طيب هاي اول خمسة جواهر يا اصدقائي، ونشوف اكيد راح يعطوني شيء من مشتقات الجولد. يعني لا تستغربوا اعزائي المشاهدين انه ليس حظ علي عمر، انهم خمسة جواهر فقط يعني. فطيب طيب اصدقائي هون راح نحاول شوي نزيد، هاي 12%. طيب اذا سوينا 12% كم راح يكون الباكج؟ ب 60 جوهره مثل ما انتم شايفين سعر الصندوق. طيب يلا هي الصندوق ب 60 جوهره ونشوف شو راح يطلع لنا بالصندوق. طيب الله يقطع بشكل، الله ياخذك يا اخي، والله عندي دائمات دائمات. طيب هي 100% والله 100% اصدقائي 500 جوهرة راح اشوف شو راح يعطوني. طبعا 100% صح انه 500 جوهرة وغالي يا اصدقائي، يعني الباكج الواحد راح يكلفك مثل ما انتم شايفين 500 جوهرة. بعرف انه غالي هذا الشيء، ولكن هذا الشيء مضمون انك تحصل على واحدة من هاي القطع، يعني مضمون 100% انك راح تحصل على واحدة من هاي القطع، مستحيل يطلع لك شيء من مشتقات الجولد. فخلونا طيب نتوكل على الله يا اصدقائي وهي 500 جوهرة ونشوف شو راح يطلع. او ماي جاد يا شباب البنطلون، والله البنطلون. طيب هو البنطلون والله انا حكيت لكم من البدايه انه هو افضل شيء يعني بالسكن، وطلع لي انا عندي سكن كامل على فكره. مفروض انه انا كان انه راح احكي عن هذا الشيء بعد شوي. طيب خلينا نسوي هون الحظ يا اصدقائي. 49% 50% 50% راح نشوف الباكج ب 250 جوهره. يلا راح نشوف يا اصدقائي شو راح يعطونا الان 250 جوهر، والله واعطونا كمان قطعه ثانيه من السكن، لانه 50% كمان يعتبر حظ اسطوري، يعني كمان حظ نص نص 50% نص يعني. طيب اعطونا الحذاء كرمكم الله تبع سكن الجاز الكلاسيكي. باقي عندنا جاكيت والنظارات و50. اوكي طيب يلا 30% راح نشوف شو راح يعطونا يا اصدقائي. 30% اعطونا النظارات كمان قطعه ثانيه من سكن، او ماي جاد. طيب
نايس والله يا شباب، يعني مش ضروري تحط 100%، بتقدر 30-40% تحصل على قطع نادرة، ولكن بتوقع البنطلون والجاكيت لأنه هم أفضل شيء بسكن، مستحيل يعطوك إياهم إلا بحد 100% أو فوق 50%. طيب خلونا نجرب هلا شو راح يعطونا بهذا الباكج تبع 100 جوهرة، صندوق غنام، سماعة راسي، الله يقطع أبوي، هذا من مشتقات الجولد. طيب باقي عندنا الجاكيت والشعر، نحن بس يا أصدقائي نشوف كمان مرة ثانية ب 100 جوهرة صندوق غنائم البدل. طيب لا خلونا نغير نسبة الحظ، حسيت نسبة الحظ كثير 39. يلا هاي ب 30% نسبة الحظ، نشوف ده راح يعطونا كمان قطعة، والله ياخذ الجولد. طيب كمان مرة ثانية 150 جوهرة، الحظ عندنا 30%، لا عاد والله يعني قبل شوية على الأقل كان الحظ 5%، أعطيتوني هذا، يلا هاي 50%، 250 جوهرة، يلا هاي 250 جوهرة، نشوف شو راح يعطونا بهذا الباكج، أعطونا كمان قطعة ثانية للسكن واللي هي الشعر، أو ماي جاد. طيب باقي عندنا شيء واحد واللي هو الجاكيت، جاكيت بتوقع مستحيل يعطونا اياه ليكون الحظ 50 يمكن، يلا راح نجرب، يعني لازم يكون الحظ فوق ال 250، شوفوا مشتقات الجولد. طيب كمان اللي بعده اصدقائي 250 جوهره، نشوف شو راح يطلع لنا، كمان بكجات اسلحه، كمان 250 جوهره، تتوقعوا يعطوني الجاكيت ب 250 جوهره؟ بس والله صرنا صارفين كثير، يعني خلص لازم نحصل، والله واعطوني الجاكيت، خلص، هيك اصدقائي حصلنا على سكن كامل مثل ما انتم شايفين. فين حصلنا على كل قطع هذا السكن، سكن الجاز. طيب اصدقائي، طيب كم صرفنا جوهره؟ نحن بالبدايه كان عندي 25000 جوهره، حاليا عندي 23000 جوهره، يعني تقريبا صارف اكثر من 2000 جوهره على هذا السكن. فاللي حاب يحصل على هذا السكن شرحت لكم الحدث سهل يا اصدقائي، ولكن بالنسبه للجواهر يعني اللي حاب يعمل مثلي انا ب 2000 جوهره ممكن انك تحصل على السكن، اعمل مثلي انا، حط حد 500 احصل على قطعه نادره مثل بنطلون او شيء مثل هذا، والباقي بعدين اعمل حد 5% 30، جرب انت وجوارك، واللي حاب على المضمون، يعني اللي حاب على المضمون انا بنصحه يحط الحظ 100%، حط الحظ 100%، يعني هو سكن فيه 5 قطع، لو حطيت الحظ 100% راح تحصل في كل الباكج راح تحصل منه على قطعه، يعني راح تصرف 2500 جوهره وتحصل على سكن كامل على المضمون ب 2500 جوهره، وبتقدر تعمل زي اذا انت حابب. صراحه السكن انا عن جد مثل ما حكيت بيعجبني جاكيت وبيعجبني بنطلون، يعني شوفوا لو حطينا مثلا تلتيمه الفاير باس الرابع الذهبيه راح يطلع شيء عن جد اسطوري، عن جد شيء كثير اسطوري اصدقائي، مع التلتيمه الفاير باص الرابع وهذا الشعر طلع الجاكيت عن جد شيء خرافي. طيب راح نحاول نغير، راح نلبس الكنزة السوداء الأسطورية اللي جايب لكم منها أكواد يا أصدقائي، كمان الكنزة السوداء مع بنطلون الجاز، أو ماي جاد يا أصدقائي، بلاك في بلاك بيطلع شيء أسطوري. صراحة أنا بحب اللون الأسود، اللون الأسود عن جد ملك الألوان، يعني في اللبس والسكنات اللون الأسود معروف هو ملك الألوان. طيب هدول بكجات مشتقات الجولد اللي حصلنا عليهم، وبطاقات حمر اعطوني اياها عشان انا عندي سكن، شوفوا سكن عن جد كيف صار اسطوري. انا اكثر شيء بيعجبني بنطلون بعد سكن، البنطلون كثير بحسه اسطوري. طيب انا مفروض هذا الفيديو كنت عملته بحساب المتابعين، صح؟ كثير منكم صار يقولوا لي علي عمر انت عندك سكن الجاز، فخذ حساب احد المتابعين، بتعرفوني انا كل حدث بينزل بيكون هذا السكن عندي اياه بحسابي، ما بصرف عليه، ما بحرق عليه جواهر بحسابي لانه عندي سكن، باخذ حساب احد المتابعين، وهيك انا بصور فيديو بنزله على قناتي، وهيك احد المتابعين بيستفيد انه هو حصل على السكن. ولكن المشكله هذا اليوم ما قدرت اخذ يعني احد حساب المتابعين بسبب انه انا ما عندي رصيد في الايتونز، عندي جواهر بحسابي، قلت بما انه عندي جواهر بحسابي خلص راح اسوي، يعني ما عندي رصيد انه انا اشحن لمتابع ثاني حاليا اليوم، والله يا شباب مفلس عن جد طفران، فقلت بما انه عندي جواهر بحسابي فخلص بصور على الحدث بحسابي، المهم انه انا اشرح للمتابعين كيف يحصل على هذا السكن بكل سهوله. فطيب يا شباب هذا كان سكن الجاز مثل ما انتم شايفين، مثل ما حكيت اللي حاب يعمل حظ 100% 2500 جوهره بتحصل على سكن مضمون 100%، واذا بدك بتقدر تعمل مثل ما انا عملت وتصرف اقل من 2500 جوهره وتحصل على هذا السكن. طيب اصدقائي شو الاكواد اللي قاعده بتتوزع على حسابي على الانستغرام، والاكواد اللي قاعده بتتوزع على البثوث المباشره؟ اول شيء للي ما بيعرف انه انا ببت بعمل بث مباشر بشكل يومي، راح احكي لكم انا ببت بث مباشر بشكل يومي على تطبيق اسمه نونو لايف، اليوم ما راح يكون في بث للاسف، ولكن بكره انتظروا البث الاسطوري. هذا التطبيق اسمه نونو لايف، تقدروا تحملوه من الاب ستور او من الجوجل بلاي او عن طريق الروابط الموجوده تحت في صندوق الوصف ديسكريبشن بوكس، تقدروا تروحوا تحملوا البرنامج تبحثوا على الاي دي تبعي 10 20 30، راح يطلع لكم حسابي، تابعوني وانتظروا البثوث المباشره اللي بتكون بشكل يومي. ثاني شيء الاكواد بتتوزع على حسابي على الانستغرام، اذا حابين تحصلوا على الاكواد روحوا تابعوني على الانستغرام، كمان رابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف ديسكريبشن بوكس، فتابعوني على الانستغرام وخليكم مراقبين ستوري، اليوم راح تنزل اكواد اسطوريه. الاكواد اللي حاليا موجوده
عندي، في عندي اكواد لهي الكنزة السوداء، في عندي اكواد شرطة جيمز الازرق، في عندي اكواد للنينجا الازرق، وفي عندي اكواد فاير باس. هاي الاكواد تتوزع على البث المباشر وعلى حساب الانستغرام. فإذا حابين تحصلوا على هاي الأكواد يا أصدقائي، كل الروابط اللي ذكرتها موجودة تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس. وسوا حبايب قلبي لايك، بنكون وصلنا نهاية هذا الفيديو لليوم. فكان معكم علي عمر، ولوف يو أول، وأشوفكم إن شاء الله على خير.